عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه؟ من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه، مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام. فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الرجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر واخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هما جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره حاجه تقريبا.